النهارده ان شاء الله نازلين في الاماكن الضيقه ونازلين بالعربود، لان اليومين دول يعني الاماكن الضيقه هي اللي شغاله يعني. انما بالنسبه للنيل زايد ومش بيدي دلوقتي، الشغل كله في الاماكن الضيقه. فتابعونا ان شاء الله وتستمتع معانا بالمشاهده ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حتى حلوه دي، حتى حلوه، حتى ما شاء الله. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. شغل الأماكن الضيقة يا حبايب، خليكم معانا والجاي أحسن إن شاء الله. لو انت شغال في الاماكن الضيقة زي كده، حاول السن تخليه صغير خالص، يعني رقم 10 ده حلو خالص يعني في الاماكن الضيقة. لو تلاحظوا ان انا غيرت المكان، ان في الاماكن الضيقة يعني تحب ان انت تتنقل من مكان لمكان، حتى لو يعني 10 متر بين المكان اللي انت فيه وتروح مكان تاني. يعني لو صرت شويه في المكان ده ولقيت الدور وقف في المكان ده، خلاص يبقى غيره ويعني يروح مكان تاني وكده، لان طبعا الاماكن الضيقه بتبقى طويله طول. فانا عشان كده غيرت المكان يعني. هنطعم وهنرمي ان شاء الله في المكان الجديد ونشوف يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسهل يا رب. ده المكان اللي انا بصيت فيه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حتى زي العسل. دي حتة حمراء دي. زي ما قلت لكم يا جماعه، في الاماكن الضيقه تغير المكان، يعني طول ما وقف معاك الدور خلاص يبقى تغير المكان، وان شاء الله المكان الجديد حيكون احسن. وهنقعد شغالين فيه، وبعد كده لما يوقف برضه نغير المكان. حتى حلو. خليكم معنا. مش بطعم عربود كامل انا طبعا، عشان السن طبعا صغير. ليه بس؟ على فكرة صايدة وشابكة. يا حيفلت الهواء. شفتوا صايدة وكانت شابكة. حتى حلوة. يا مسهل يا رب. ماشي الحال ان شاء الله. ان شاء الله ماشي الحال. كده حنقعد شوية في المكان ده. التحجاري صغيرة، بس هنرجعها تاني.
يلا. حتى حلوة بيضة. بسم الله ما شاء الله. حتة تانية. ده شغل الأماكن الضيقة يا جماعة. تابعونا. بسم الله ما شاء الله. على المباشرة يا باشا، على المباشر. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعة الشغل، الدور بدأ يشتغل، فحنستمر برضو في المكان نفسه. فعلا صيد السمك متعة، متعة يعني ما بعدها متعة يعني. يا مساء. لو انت بتحب الاكشن والحركة صراحة، صيد السمك يعني في إثارة ما بعدها إثارة. لو انت رومانسي وبتحب الهدوء والأصوات العصافير كده والكروان والدنيا دي، صراحة صيد السمك جميل جدا. ففعلا الباحث عن المتعة يلاقيها إن شاء الله في صيد السمك.